أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرأف بعبادي من الأم بولدها. الحمد لله حمد المتقين الأبرار، ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار، ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار، الذي إذا تكلم خرج من فمه نور، خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الانفطار، وإذا صار سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس انحنس عليه لتظله الأشجار، وإذا نام تحرسه ملوك أطهار. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. تلاوة قرآنية مباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها، يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما، والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق
عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن. بسم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الرحمن الرحيم. الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في
بحرك الأعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله كل من عليها فان. كل من عليها فان. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والسماء فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وما قلى ولا الآخرة
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتح.